السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي كيتابعوا سلسلة لقاء مع المجي، مرحبا بكم في كل مكان. اليوم إن شاء الله تعالى فاحنا غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا، وغادي نجاوبوا على الأسئلة اللي طرحتوا بخصوص مجموعة ديال الإجازات المهنية اللي كاينين في المدارس العليا للتكنولوجيا. اليوم غادي نمشيو لمدينة ولا الفقيه بن صالح باش أننا نتعرفوا على طريقة التسجيل في إحدى الإجازات المهنية اللي مفتوحين في هذه المدرسة. دونك بالنسبة للروابط غادي نحطهم لكم في الديسكريبشن ديال لا فيديو. دونك أصدقائي غادي نمشيو ديريكتومون للموقع ديال المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال الفقيه بن صالح. كما كنتو معايا هنا، هادو هما، هذا هو السيت ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلسلة لقاء مع الموجي ولا قناة سعيد العبيوي، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك من بعد ما حطينا مجموعة ديال الشروحات بخصوص اللوازم ديال التسجيل وكذلك وثائق ديال التسجيل في مجموعة من المدارس، المعاهد والكليات، وكذلك حاولنا أن نفتح كذلك على طريقة التسجيل في المدارس العليا للتكنولوجيا. والبارحة هضرنا على المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال أكادير، وكذلك المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال مكناس، وهضرنا على حتى ديال مدينة الصويرة اللي تابعة لجامعة القاضي عياض. دونك أصدقائي، وتحت الطلب ديالكم غادي نكملوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا، وغادي نعطيكم معلومات بخصوص طريقة التسجيل في مجموعة من المدارس العليا للتكنولوجيا اللي مفتوحين في مدارس اخرى. واليوم غادي نمشيو للفقيه بن صالح، دونك غادي نهضروا على لو اس تي ديال الفقيه بن صالح، وغادي نتعرفوا على الطريقه ديال التسجيل وكذلك اشنو هما الحوايج اللي خصني نجيب معايا باش اني نتسجل في هذه المدرسه. دونك اصدقائي غادي نمشيو ديريكتومون للموقع ديال ليكول سوبيريور دو تكنولوجي فقيه بن صالح. كما كنتو معايا اصدقائي، هذا هو السيت ديالهم. دونك هنا مجموعه ديال لي زانونس، وهنا مجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي دايرين. دونك اصدقائي كنزلو لتحت وكنقلبوا على هذا الاعلان اللي طلع من هنا واحد شويه. افي او نوفو باشولي ادمي ا لا دوزيام فاز فيا لا بلاتفورم توجيهي 2021-2022. دونك غادي نكليكي هنا على لير بلوس، وكنجيو ديريكتومون لهاد لافي اللي قدامنا اصدقائي. دونك هنا غادي تلقاو هاد الاعلان، ياك، وهنا كتلقاو بان هاد الناس اللي تقبلوا في هاد لافاز فضروري انهم خصهم يتسجلوا في خلال هاد المده من 1 حتى الى 3 في شهر 9. خارج هاد المده راه غادي يدوزوا لشي ليست اخرى، ولا غادي يتم تعويض ديال دوك الناس اللي ما جاوش بناس اخرين. دونك انا ديجا حطيت واحد لا فيديو البارح، دونك ما تديوش على التاريخ، التاريخ اللي كاين قبل. دونك الا دخلتوا ملي تدخلوا الفيديو راه غادي يبان لكم واحد التاريخ، حيت انا هضرت على لا بروميير فاز، ولكن ما تبدلوش الوثائق. دونك انا غادي نكمل الشرح في هاد الوثائق اللي عندنا هنا، ياك، الوثائق حتى حاجه ما تبدلات فيهم، غادي نشرحهم لكم بواحد بواحد. دونك هادو اللي تهزو في هاد لا دوزيام فاز، ياك، شوفوا معايا، حيت في لا فيديو اللي غادي نحط تتمة ديال هاد الشرح غتلقاو هنا لا بروميير فاز، وغتلقاو هنا التاريخ مبدل. لا، شوفوا دابا معايا هاد لا دوزيام فاز، دابا انا كنهضر معاكم، هاد لا دوزيام فاز خصكم تسجلوا من نهار واحد، من واحد حتى الى ثلاثة في شهر 9. يعني عندكم واحد وجوج وثلاثة خصكم تسجلوا فيها. باش تسجلوا خصكم تدو معاكم هاد الوثائق هاهما. دونك انا غادي نمشي نكمل الشرح، وغادي نعطيكم هاد الوثائق اللي خصكم انكم ضروري تجيبوهم، غادي نشرحهم لكم بواحد بواحد. كما كتشوفوا معايا هنا اصدقائي، هادو هما الوثائق. دونك هنا الدوسي دانسكريبسيون، عندنا هنا انفلوب A4، بكالوريا اوريجينال، يعني شهاده البكالوريا الاصليه، وهنا تيقول لك هنا انفلوب، يعني واحد الجوا كبير A4. هنا ربعه ديال النسخ ديال البكالوريا، عندنا هنا جوج عقود ديال الازدياد، هنا جوج نسخ ديال بطاقه التعريف الوطنيه، هنا اربع صور شمسيه تكون حديثه، وتكون كذلك بحال ديال لاكارت، بحال ديال لاكارت ناسيونال، التصاور اللي بديرو. هنا جوج جويان صغار يكونوا متنبرين، وكتبوا فيهم السميه ديالكم، والسميه ديالكم يعني الاسم والنسب، وهنا كذلك العنوان الشخصي ديالكم. هنا كذلك فيش دانسكريبسيون، هنا هاد الفيش دانسكريبسيون فانتوما كتحصلوا عليه مباشرة ملي كتجيو كتدخلوا ديريكتومون لهنا باش انك تعمروا هاد الفورميلير.
دونك غادي نتعرفوا واياكم ولا نتعرفوا جميع كيفاش ممكن نعمر هذا الفورميلا. هنا هذا الفورميلا دانسكريبسيون فادرس نعمرو هنا لاني يونيفرسيتير، هما ديجا محددين لكم هاد لاني يونيفرسيتير اللي هي 2020 2021 2022. هنا كتختاروا الفيليير اللي تقبلتوا فيها، مثلا جيني سيفيل ولا جيني بيولوجيك ولا اندستري اغرونوميك ولا اغروشيميك ولا جيني انفورماتيك ولا جيني مينيي. دونك نتوما كتختاروا الفيليير اللي تقبلتوا فيها بطبيعه الحال. هنا كذلك كود مسار ديالكم، هنا كديروا كود مسار ديالكم يعني هنا كديروا للتاكيد، وبعد ذلك كنزلوا لتحت باش نكملوا الخطوات ديالنا. بعد ذلك كديروا رقم بطاقه التعريف الوطني ديالكم يعني النمر ديال لاكارت ناسيونال. هنا كذلك كديروا الاسم العائلي ديالكم بالفرنسيه بطبيعه الحال، هنا الاسم الشخصي ديالكم بالفرنسيه، هنا الاسم العائلي ديالكم بالعربيه، هنا الاسم الشخصي ديالكم بالعربيه، هنا تاريخ الازدياد يكون بحال هكا يعني هنا اليوم ودير الشرطه بحال هكا، والشهر ودير الشرطه بحال هكا، ودير السنه كذلك. بعد ذلك هنا كدير مكان الازدياد ديالك بالفرنسيه، هنا مكان الازدياد بالعربيه، وبعد ذلك كتنزل شويه كذلك لتحت وكدير هنا الاقليم ديال الازدياد ديالك. كتختار مثلا حنا نشوفو نختارو مدينه زاكورا مثلا، ولا الا ما لقيناها فاحنا كنشوفو الجهه ديالنا، مثلا حنا نشوفو جهه درعا تافيلات مثلا، درعا تافيلات ها هو نديرو بروفانس دو زاكورا. بعد ذلك هنا البلد ديالنا، هنا الجنس ديالنا واش ماسكولا ولا فيميان، دونك حنا نديرو ماسكولا. هنا الجنسيه ديالنا، هنا ماروكين، هنا ايتا سيفيل كتحددو سيليباتير ولا ماغي، سيليباتير عازب ماغي متزوج. هنا كذلك الا كنت كتعاني من شي حاله اعاقه كدير وي، الا كما كانت شي حاله فكدير نو. هنا كذلك كدير نوع الاعاقه، الا ما كانتش راه ما كديرهاش كتخليها خاويه، هنا كذلك كتخليها خاويه. بعد ذلك كتجي تيقول لك هنا واش كتستافدوا من شي تغطيه صحيه ولا بينيفيسي فو دين كوفيرتور سونتي افيك فو بارون، يعني الا كان الاب ديالك كيستافد من شي تغطيه صحيه مثلا بحال ديال الرميض فغدير وي، الا ما كانش الاب ديالك كيستافد منها كدير نو. دونك حنا غنديرو نو. هنا اجونس داسوري، دونك هنا الا كانت هنا هاد النظام ديال التغطية الصحية فكدير هنا لاجونس اللي هو كيستافد منها مثلا كنوبس ولا سينيسيس ولا شي حاجة أخرى. بعد ذلك كنمشيو للمعلومات المتعلقة بالطالب، هنا كدير العنوان الشخصي ديالك بالفرنسية، هنا العنوان الشخصي ديالك بالعربية، هنا الكود بوستال ديالك يعني الرمز البريد ديال المدينة ديالك مثلا زاكورا حنا 47900، هنا الجماعة لاش تابع، كذلك هنا الاقليم لاش تابع. مثلا هنا راه ديجا قلنا لكم بان حنا مدينة زاكورا، دونك كتجي كتقلب هنا الجهة، هنا داير لكم الجهة الفوق وكتشوف البروفانس ديالك ولا الاقليم ديالك. دونك حنا نعاود نديرو بروفانس دو زاكورا. هنا كذلك كتخلي ماروك، هنا ايبيرجومون فين ساكن، واش ساكن في شومبر اون سيتي يونيفرسيتير يعني ساكن في غرفة في الحي الجامعي ولا غرفة في شي اقامة جامعية ولا ساكن مع باك وماك ولا كاري شي طون شي شومبر كتكرا الطلبة خارج الإقامة الجامعية. دونك حنا لوجمون بيرسونيل. هنا كذلك كدير الايميل ديالك الاول، هنا الا عندك ايميل ثاني ممكن تعاود هذا تعاودو هنا، كذلك كدير النمر ديال التليفون ديالك هنا، كدير كذلك هنا رقم بطاقة التعريف الوطنية ديال الاب ديالك، وبعد ذلك كتجي هنا الحالة ديال الاب ديالك واش هو حي ولا ميت. دونك حندير فيفون. دات دو ديسي يعني تاريخ الوفاة إذا كان متوفى. هنا المهنة ديالو ولا الوظيفة ديالو، هنا كذلك رقم بطاقة التعريف الوطني ديال الأم ديالك، هنا الحالة ديال حتى واش متوفية ولا باقية على قيد الحياة. دونك حنا نديرو فيفونت، وهنا كدير كذلك تاريخ الوفاة إذا كانت متوفية ما كانتش فكتخلي هادي وهادي كتخليهم خاويين. بعد ذلك اصدقائي كتمشي للوظيفه ديال الام ديالك، كدير حتى هنا العنوان ديالها
بالفرنسية العنوان ديالهم ولا ديالها بالعربية. هنا الرمز البريدي كذلك، هنا الجماعة ديالهم فين، يعني نفس المعطيات راه كيتعاودوا. كذلك البروفانس فين ساكنين، كتحدد هنا الإقليم في ساكنين، هنا البلد، هنا النيمير ديال التليفون ديال واحد فيهم، هنا سيتياسيون ديال لي بارون ديالكم، واش خدامين ولا ما خدامينش. دونك نتوما كتختاروا. بعد ذلك كنجيو لي زانفورماسيون اللي متعلقين بالبكالوريا ديالكم. هنا سنة الحصول على شهادة البكالوريا، هنا النقطة ديال الباك، هنا نوع الباك، واش خديتو بكالوريا جينيرال ولا بكالوريا تكنولوجيك ولا بكالوريا بروفيسيونيل، بكالوريا عامة، بكالوريا تقنية ولا بكالوريا مهنية. دونك حنا بكالوريا جينيرال. هنا كذلك ليكول فاش واش خديتو، واش خديتو في مؤسسة عمومية ولا مؤسسة خاصة. هنا كذلك السيغي ديال الباك، واش خديتو في سيونس ايكونوميك ولا سيونس زومين ولا la science math, la science expérimentale, la science de la vie de la terre, la science physique et chimique. Donc on dit science économique, on dit une mention parce que le baccalauréat, maintenant on dit très bien. بالنسبة هنا الباسابل هي مقبول، أسي بيان هي مستحسن، بيان حسن، تخي بيان يعني حسن جدا. بعد ذلك هنا كدير الأكاديمية فاش حصلت عليها، واش الأكاديمية ديال شو سماسها ولا سميتو. دونك حنا نديرو الأكاديمية الجهوية ديال درعا تافيلات. بعد ذلك كنزلو لتحت وكنمشيو نكملو. هنا البروفانس دوبتونسيون يعني كتعاود ديك زاكورا ولا فين ساكن المدينة ديالك، كتقلب على الإقليم ديالك. هنا كذلك كدير كتخلي ماروك. هنا انفورماسيون كومبليمونتير، هنا دات دونجستخمون سوبيريور، اول مرة تجلدي في شي مؤسسة جامعية. هنا اول مرة ولا دات دونجستخمون تجلدي في الجامعة، اذا كانت اول مرة فكدير هذا التاريخ ديال هذا العام. كذلك دات دونجستخمون ديتابليسمون يعني هنا كدير هذا اول مره غادي تسجل يعني في هذا ليتابليسمون. هادو راه ممكن انكم ما ديرهم الا باقي كاع ما تسجلوا في مؤسسه. هنا ستاتي ديالك، واش انت ايتوديون ولا فونكسيونير، واش انت طالب ولا موظف. دونك حنا نديرو ايتوديون، وهنا كدير بروفيسيون الا درتي هنا فونكسيونير. بعد ذلك كنزلو لتحت وكنكملوا، وهنا امبلويور. دونك حنا نتوما ما تيهمكمش هذا الشيء مادام انكم نتوما ايتوديون، ملي كتكمل هذا الشيء كامل فكديروا اونجستري. دونك اصدقائي كتبقى لنا الحاجه الاخرى، هي النظام الداخلي اللي خصكم انكم توقعوه، فكتكليكيو عليه ياك باش انكم تجيو تقراوه مزيان مزيان وتهبطوا لتحت وتكتبوا الاسم ديالكم. هنا مثلا مونسيون مونسكوت لو اي ابروفي، كدير لو اي ابروفي كتكتبو هنا. كذلك هنا افقي بن صالح ولا ازاغورا مثلا لو 38 2021، هنا نو اي برينو ديالكم يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي ديالكم. هنا الفيليير ديالكم كدير هنا، وهنا كدير السيناتور ديالكم كتامبريميو بعدا، عاد كتكتبوا في هادشي وكتجيبوا معكم وكتحطوه مع هاد الوثائق اللي سبق لي وقلت لكم. بعد ذلك كديروا 31 درهم حتى في اللي هي خاصة بالتأمين الإجباري عن المرض، كيحسبوها هي ديال لاسورونس، وكتجمع هادشي كديرو في هاد لونفلوب كامل وكتمشي وكتعطوه ليهم. دونك هادشي اللي كاين أصدقائي في هاد لافيديو، تنتمنى باش أني ما نكونش طولت عليكم، ولكن كاين شي حوايج اللي ضروري أني نشرحهم. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله تعالى، دمتم في رعاية الله وحفظه.